أهلا بكم أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بألف خير. فيديو اليوم نتحدث فيه عن كيفية إخفاء أزرار التنقل، وهذا سوف يساعدنا على إظهار الشاشة بشكل كامل، وبالتالي سوف تصبح الصورة أكثر شمولية ووضوحا وجودة. في السابق تحدثنا عن إخفاء أزرار التنقل بالنسبة لهواتف شاومي، وبإمكانكم الاطلاع على الفيديو في الوصف. واليوم نتعرف على إخفاء أزرار التنقل بالنسبة لهواتف سامسونج. بفعل ذلك ندخل على الإعدادات ونتجه إلى خيار الشاشة، بعد ذلك نتوجه مباشرة إلى شريط التنقل. هذا مباشرة سوف نجد خيارين، الأول أزرار التنقل كما تشاهدون، ثم الخيار الثاني في الأسفل لمئات ملء الشاشة. لإخفاء الأزرار هذه التي تجدونها في الأسفل نقوم بالضغط على الخيار الثاني، هنا يعطيني مزيد من الخيارات، وعندما نضغط عليها كما ترون شاهدوا معي ماذا سوف يقع، السحب من الأسفل إلى الأعلى، أي أن الأزرار بإمكاني أن أخفيها ولكن تبقى أماكنها بشكل افتراضي. هذا التغيير بالنسبة لأولئك الذين يصعب عليهم التخلي عن ميزة أزرار التنقل يمكنهم تعويضها بهذا الخيار كما تشاهدون، وإلا الخيار الثاني وهو السحب من الجهات ومن الأسفل، أنا أفضل هذا الشكل. هنا بإمكاني الاختيار السماح وإيماءات الرجوع على لوحة المفاتيح، سوف أتركها. حساسية إيماءات الرجوع أقل إلى الأعلى، سوف أترك كل هذا على حاله وأرجع مرة أخرى. إذن كما قلت لكم هذا أفضل خيار، إيماءات ملء الشاشة الخيار الثاني. بالأسفل نجد تلميحات حول الإيماءات وإظهار زر إخفاء لوحة المفاتيح، سوف أترك إظهار زر إخفاء لوحة المفاتيح كما هو. تلميحات حول الإيماءات هنا بإمكاني أن أغيرها، أي أنه عوض أن يظهر هذا السهم الذي يبين بأنني سوف أخرج من هذه الصفحة، قد أمنع هذه الإيماءات، هذه الأسهم التي تشير بأني أقوم بهذا الفعل، وذلك بتعطيل هذه الخاصية، وبالتالي بإمكاني الخروج دون أن يظهر أي شيء. هكذا نأتي إلى نهاية الفيديو، ألقاكم في فيديو قادم إن شاء الله، إلى اللقاء.